السعيدة قرأ علينا الفاتحة، مش وقف في العالية وقرأ علينا الفاتحة. كانت عودة قيس سعيد في 6 أكتوبر نقرأ احنا على رواحنا الفاتحة والسلام بالعافية، انتهيت البلاد. راي والله البلاد ما عادتش تتحمل. شوف يعني كل القطاعات الحيوية في البلاد راهي بركت، من مش من زياراتي الفجائية هذه، باسم هذه اسمها فرقة مقاومة الإرهاب هبطت عليك يعني في الإدارة، سواء ما حصل في البيانة في الاستبي في شو اسمها هي ديوان تجارة والتهم الباطلة، وادخل عليه يعني بالسحب الغالط ونحي على بعضه وحط الناس الكل اس دي سات وكيف يكبسوك، نحي مدير شو اسمه مدير شرطه الحدود والاجانب وقول انا خاطيني مش انا، هو قاعد يخيط ويفصل وحده، وحط ويلي ما يجي حط شيء وبعد كي يتكب كذا قول لا مانيش انا هو وحده ونحيه. يا ولدي مهزلة راهي البلاد، لا ما هكذا تأكل كتف البلاد، راهي عندها نواميسها، رانا ولاد الإدارة ما تصرفوش بالطريقة هذه. راهو أصلا أنك أنت تقول فما لوبيات في الإدارة، الإدارة هي السلطة التنفيذية، ذراع السلطة التنفيذية اللي أنت باش تنفذ به سياساتك اللي هي ستترجم كلامك الفلسفي. نعم. وي كي نغي ماريا باش تترجموا الى دي بلان داكسيون استراتيجيات ويعني تنفيذ كيفيه عمل على الميدان. انت تجي تقول لذراعك اليمين هذو لوبيات، واللوبيات التي يعني تسعى الى تنرش شنو الانتخابات داخل الاداره، من وقتاش الاداره كانت تترشح وكانت تهتم بالمسائل هذه؟